أعلنت شبكة أبو ظبي الإعلام عن دورتها البرامجية لشهر رمضان 2024 في حفل استثنائي حضرها عدد من أبطال الأعمال الدرامية والبرامجية اللي ستعرض على شاشة قنوات أبو ظبي والإمارات وبينونة أيضا وتطبيق ADTV TV. جميل. طبعا كشفت الشبكة عن تفاصيل الباقة المتنوعة المتميزة من البرامج والمسلسلات في دورتها الرمضانية الجديدة واللي تلبي أذواق كافة فئات الجمهور، وتضم باقة البرامج الرمضانية اللي هو بيكون 11 عمل درامي إماراتي وخليجي وعربي من الانتاجات الدرامية اللي تحاكي مضمونها مواضيع اجتماعية وتاريخية وبوليسية وتراثية وبدوية وغيرها. أيضا تضم 7 مسلسلات حصرية إلى جانب 4 برامج تركز على الترفيه والمواضيع الإنسانية والثقافية. هذا طبعا حفل اللي هي حريصة شبكة أبو ظبي الإعلام كل سنة قبل رمضان تقوم ب يعني دعوة وحفل إطلاق برامج يعني ومسلسلات أو باقة رمضان، وتدعو فيه كل الفنانين المشاركين والإعلاميين اللي يعني بيكونون في بينورون شاشاتنا في أبو ظبي ويعني تقديرا، وتين ما حد يقول بداية يعني واحد يقول يجمعهم، وإن شاء الله نتفائل بدورة برامجية ناجحة بإذن الله. وفي خطوة استثنائية طبعا تنسجم مع سعي شبكة أبو ظبي الإعلام المستمر لابتكار طبعا وتقديم محتوى إعلامي يواكب التطورات التكنولوجية. أعلن يوم أمس عن انضمام، مبروك طبعا عبير سالم زميلنا سالم، هو أول مذيع افتراضي في الشبكة إلى فريق العمل يطل على المشاهدين في المستقبل القريب بإذن الله. طبعا جرى تصميم سالم بأحدث التقنيات الافتراضية، وهو يجسد التزام الشبكة بالابتكار والتميز في الإعلام الرقمي. عبد الله،